كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نواصل عطاء في هذه الليلة الكريمة المباركة بعد أن أقدم شكري وإعزازي إلى الأستاذ أحمد مباشر القادم من مدينة القريان ليقدم خالص واجب العزاء، كما تقدم بخالص الشكر أيضا إلى سيادة العقيد أحمد السيد الصديق والحق أحمد أبو حلمي وكل أهل القرى المجاورة لعزبة القاضي. أيها الإخوة الأحباب، يطيب لنا اللقاء مع القارئ المبدع صاحب الأداء المتميز في الحكم والنغم والصوت، والذي نشر به أنه من أبناء محافظة الشرقية، القارئ والمقيم بفراغات مركز ديار بنك، فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله، يتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين.
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم والصالحين من عباد
يا الله
يشوف من ورا حد بيزقني من ورا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يتبعون الكتاب مما ملكت والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي ولا
ولا تكره ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا آيات ومثلا من الذين خلوا من قبلهم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة Oh!
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة Oh,
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء يسبح له
في بيوت أذن الله رجال الله تجارة
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هكذا فقد عشنا واستمعنا واستمتعنا بما تيسر من سورة النور مع جمال الصوت ودقة الأداء والقارئ الإذاعي المعروف الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ والمقيم قرغان مركز ديار بنك. شاكرا كل من حضر إلى هنا مشاركة منه في تقديم خالص واجب العزاء، وأخص بالشكر على الحاج أحمد أبو حلمي وأخيه عزبة أبو إمام، كما تقدم للحاج صادق البحراوي، تقدم خالص الشكر ايضا للمعلم سامي والمعلم صبحي وزير ابو شعبه شعبة الجزارين بمدينة ابو حماد، كما تقدم خالص الشكر الى اهلي واحبابي من منعوس الاستاذ راضي احمد ابو الشحات صاحب الفضل والوفاء، الحاج ايمن ابو نصر الاستاذ حاتم عرابي وكل من حضر الى هنا، وسيادة العقيد المحترم احمد السيد صديق ادعو الله ان يحفظه ويحافظ عليه. اشكر كل من حضر من القرى والعزب المجاورة لعزبة القاضي مشاركة منهم الى شقاء الراحل الكريم الاستاذ عاطف عبد الكافي ونبيه المحترم عبد ابو عاطف عبد الكافي والاستاذ حماد عبد الكافي والاستاذ ماهر عبد الكافي وابناء عبد الحاج فتحي ابو مرسل حاج لطفي ابو فتحي والحاج محمد ابو فتحي والحاج مصطفى والحاج محمود والحاج شحتة ابو عدوي ونبيه الاستاذ عدوي وعموم عائلات ابو صديق بكفر الحمام وعزبة القاضي، داعيا المولى تبارك وتعالى ان يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته. اشكر قصر الفراشة في هذه الليلة لصاحبها المعلم بيضة ابو عبد الله واخيه طلعت ابو عبد الله، اما الانارة المتميزة والمتنقعة على مستوى مصر والاول بالشرقية الحج محمود علي للمناسبات والحفلات شارع فاروق الزقازيق، الهندسة الصوتية المصنفة والمتميزة منتقر الاذاعات الخارجية الحج محمد الخولي تحت ادارة المهندس وحيد الخولي، نقلناها لكم عبر كاميرات المبدع عميد المصورين المهندس
ناصر صلاح شارع وادي النيل. اما واجب الضيافه في هذه الليله البوفيه الدولي تحت اداره المتر ابراهيم حسن مشتول القاضي. ايها الاخوه المؤمنون، جاء الرجل الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اريد ان اكون اغنى الناس. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كن قانعا تكن اغنى الناس. فقال: يا رسول الله، اريد ان اكون اعدل الناس. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله تكن اعدل الناس. فساله الرجل عن الحسنه يوم القيامه، فقال الرسول الكريم: حسن الخلق وصله الرحم. ولما ساله عن السيئه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق والشح المطاع. ولما ساله الرجل عن الاحسان، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك، تكن من المحسنين. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوة الايمان والاسلام، وكما بدأنا هذا اللقاء نختتم ايات البينات من ذكر الله الحكيم.